الاخوه السلام عليكم. هذه هي السياره اللي كانت تخرق بنا في الصباب اللي ديك هذه هي السياره. لقينا عندها السبب اللي كان يخلي لي الصباب يخرقبو هو جوان كراس كان تمشي في هذه الجهه هنايا وكانت تدخل لافابور. كي تدخل لافابور لهنا هذا الشغل بحال اللي تصدى هذا لي تيج تاع لا لامب كيلبيتور هذا يتصدى وبحال اللي وقع احتكاك ما يكونش الزيت في الداخل وقع احتكاك سي بور سا بحال اللي تكولا صافي ساعين تكل به داك الحديد ديالها ويزيد هنا على حساب الفيسيون وكان اعتواه بهاد لي لام هادو كيزيد العبار بوحدو مع كيتحب كيزيد شويه هنا في العبار في الريكلاج كيزيد بوحدو كيسكانتا هاد التيج كيبقى يزيد بوحدو في العبار وكيبقى تقرقب درنا جوانت كيلاس وهالامور تاعنا مليح. السلام عليكم ورحمة الله، يعني على حساب تقرقيب باش تكون معلومة باينة وصايب. السلام عليكم. لحقاش بعض الأوقات كيديرها لنا جوانت كيلاس، بعض الأوقات كتكون لاروب ميتا، بعض الأوقات راكس بيستون، بعض الأوقات لامبراكام نتاع هاد اللي تدور لامبراكام دور لي فوسوار. يدورو لي تيج و يتيج يطولو هاد لي دوا، يعني كان واحد الشان تاع كياس كلشي كيدير الديف كل مرة شان تلاقا، وهي أمورنا دابا مليحة.